مساء الفل، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ رايح فين الساعه دلوقتي؟ واحده اللي كام؟ واحده ال 7 دقايق. رايح اجيب الحاجات اللي جايالي من اوكرانيا، جايالي في الاتوبيس. اتصلت بالسواق، اوكراني هو، قال لي انا اتاخرت في الطريق تقريبا ساعه، المفروض كان جه 12، قال لي هاجي الساعه 1:15. فقلت بقى انزل استنى على المحطه، وبدال ما اقعد استنى واحط ايدي على خدودي اتكلم معاك لحد ما يجي الاتوبيس. مش عارف بقى هنفتح الحاجه في الشارع ولا لما نروح البيت ولا يوم تاني ولا ايه. المهم صباحكم جميل، جو برد قوي، قلت البس الاسكاب وجاكيت ومقفز تمام التمام، لربما انتظر اكتر من ربع ساعه. يا مسهل الحال يا رب. بصوا المحطه عامله ازاي، شايفين المحطه بتاعت البنهوف اللي احنا بنيجي بنلاقيها مليانه ناس. طبعا ما فيهاش حد دلوقتي خالص، الناس تقريبا خلاص يعني، لكن المواصلات شغاله. لسه كان في الشارع الترام معدي من قدام البيت عندي، مش مشكله، ادينا بنتمشى، ولما نحب نتمشى نتمشى. متحمس جدا عشان الحاجات دي بصراحه تفكرني كل حاجة جميلة في أوكرانيا. من ضمن الحاجات دي، شوف أنا قعدت أفكر ثواني. المهم من ضمن الحاجات دي جواز السفر المصري بتاعي، شوية أوراق وشوية حاجات الزبد هبدأ أوريها لكم إن شاء الله بإذن الله، وهتبقى أيام عسل. عشان أنا بحب إيه؟ بحب أكيد إيه؟ أكيد وأكيد صباح الفل، عشان ما نطولش ونحرق كتير. يلا نروح نشوف السواق الشاطر اللي جاي من اوكرانيا. اي سلم من السلام دول يقربني على محطه الباص، نطلع وبعد كده الله كريم. الاشتراس مبان تقريبا شغال اهو. الساعه كام؟ استنى اما اجيب الساعه. انتوا مش هتشوفوها ولا ايه؟ خلينا نتوكل على الله. بصوا محطه البنهوف اهي، المحطة اللي انا كنت فيها دلوقتي اهي بالظبط، شايفينها المكان ده ورا العواميد، مش باينة قوي عشان الدنيا ضلمة، ولكن اهو شايفين محطة الباصات بتاعت اوكرانيا وجميع الدول. على فكرة مش اوكرانيا بس، لا، اوكرانيا وايطاليا وفرنسا كله من هنا المحطة اللي احنا هنروحها دلوقتي. خلينا نعدي الناحية التانية وبعد كده الله كريم. يلا نعدي عشان احنا نعدي غلط. عديت طبعا بسرعة، بس هستنى هنا شوية لحد ما تبقى خضرة. والجو بصوا في ألمانيا في مدينة نورنبرج عامل ازاي، يعني مفيش سريخ ابن يومين. بيتي قريب على فكرة، انا واخدها ماشي، والمحطة اياها اهي، الباب اللي هو الجانبي الاخير. افتح يا ابني، اديها خضرة، اهي اديها خضرة. يلا نعدي، مدينة جميلة قوي. انا بيني وبينكم ما اتأخرتش كتير قوي في هذه المدينة، يعني اقصى حاجة ليا تقريبا كانت الساعة 11:30 12 الا، لكن واحدة دي صراحة ما مشيتش خالص في هذه الاجواء. يمكن لما نشتغل نلاقي نفسنا بنرجع متأخرين، الله اعلم، انا مش عارف صراحة يعني. ورايح على محطة الباصات، يا رب سواء ما يتأخر تاني، لانه اداني كذا معاد وقال لي معلش الطريق وما الطريق انا حكى لي كام حكايه كده، بس عادي مش مشكله، اهم حاجه تقضى المصلحه. وبنشكر الدكتور ان هو تعب نفسه وبعت لي الحاجه دي، وكلف نفسه برضو ان هو راح البيت ولم الحاجات وطمني على الشقه وطمني على البيت. البيت في خاركوف والشقه في ايزوم، شقه واحده، مش عارف شقة واحدة ولا شقتين ولا ايه النظام، الله اعلم. المهم اطمنا الحمد لله، يا رب يكون هو الاتوبيس اللي واقف ده. اه والله، لان هو على وصول دلوقتي، هروح ابص والله كريم. مش هو الاتوبيس ولا الاتوبيس اللي هناك ده، لا ده ولا ده. خليني واقف مستني، مش عايز اتصل بقى بالراجل كل شوية، ولكن ادينا واقفين الحمد لله. خارج من خاركوف
الاتوبيس دون من يوم الحد الصبح اللي هو هيجي مش ده. فربنا ييسر الحال يا شباب. صباح الفل. كلمت السواق دلوقتي قال لي قدامي حوالي 30 دقيقه، ممكن 30 دقيقه ساعه الا ربع، فشكلنا هننام في الشارع النهارده. مش مشكله، حماسه القصه خلياني ان انا اقعد واستنى واشوف ايه اخرتها. صباح الفل. جو برد بس انا هعمل حسابي. صباح الفل. جبت الحاجه معايا في الشنطه الثانيه، برضو في حاجات كتير. المهم نفتح بقى بكره لان انا مش قادر بصراحه. قعدت استنيت السواق لحد ما جه دلوقتي. بصوا بقى البنهوف عامله ازاي، حاطط الخضار. شايفين يا جماعه الهو اللي احنا فيه؟ بصوا الساعه كام؟ الساعه 2 الا كام؟ 2 الا 12 دقيقه يا دوب. ربنا يعيننا بقى ونصحى بدري عشان عندي كورس بكره الصبح. يعني مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده، ان شاء الله هتشوفوا الحاجات والذكريات والمحتاجات. المهم الحمد لله الحاجه وصلت وربنا سلم. اتمنى لكم ليله سعيده، اتمنى لكم حياه جميله، صباحكم جميل، صباحكم ذكريات، صباحكم حلاوه، صباحكم اي حاجه حلوه. باي باي، السلام عليكم.